أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج لقاء الرأي. إحصائية ظهرت من وزارة العدل أشارت إلى تعنيف الرجل لفظيا وجسديا من قبل زوجته، جعلتنا نسلط الضوء في تقارير عدة عرضت في نشرات الأخبار. اليوم نفتح باب الحوار على مصراعي ضمن ساعة من الزمن، نسأل فيها عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى طق الريايل من حريمهم. شو الريال طول عرض ينطق؟ وين السيد اللي كنا نسمع عنه بروايات نجيب محفوظ؟ اليوم احنا نتكلم عن الموضوع قبل لا يصير ظاهرة، وهذا هو دور الإعلام الأساسي. نرحب بضيوفنا بالاستديو، السيدة منى عبد الجليل باحثة في شؤون الزواج والأسرة، والدكتور حسن الموسوي استشاري نفسي واجتماعي. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. في تلفزيون الرأي. يا مرحبا، حياك الله. بداية نبتدي طبعا بالنساء، الأستاذة منى عبد الجليل، نبي بشكل عام الأسباب التي تدفع الزوجة وهي المرأة الأنثى إلى ضرب زوجها. عزيزتي يا حبذا، لو إحنا نعرف أصلا الضرب شنو هو. يعني أنا ذاك اليوم جايت لي وحدة تقول لي يعني أنا ما طقيتها، ما سويت شيء، بس بالكتشب بالقبشة كذي حذفتها عليه، يقول لي طقيتيني. فهو الضرب شلون يكون؟ هذا ضرب مبرح؟ يعني حاذفة عليه، قايل لها اعطيني الريموت كنترول، حذفت عليه، طقتني بالريموت. فهو الضرب شلون صاير؟ يعني الدراسة، هل وضحت الدراسة الضرب المبرح؟ هي وضحت الاعتداء اللفظي والجسدي. اي يعني ممكن انا مثلا، ممكن ان تكون المرأة تسوي لها شي هالحركة مثلا، يعني مثلا تدزه شوية، يايا تبي تعبر تبي تروح المطبخ، واقف حاط يدينا كذي، يقولها لا ما تسوي مثلا، تقوم تدزه، هل هذا ضرب؟ لا، ولكن استاذه منى يعني هذا نوع من الاهانه، سواء يعني دزه بسيطه ولا طق، بالنهايه هي اهانه لكرامه الانسان. صحيح. طيب يعني انا كان ودي ان احنا نوضح علشان نقدر ندخل بالموضوع. شوفي، المراه تطق الريال تكفخه لست اسباب الى سبعه، يعني هاي هذا من تقييمي الخاص. نعم. شافت هذه حلوه، تكبخه يعني او تزفه. اي شافت امها تطق ابوها، رقم واحد. رقم اثنين تبي تدافع عن نفسها، الريال جاي هاجم عليها. رقم ثلاثه تبي تنتقم سنين وهو يطقها. رقم اربعه الريال يتلذذ في انه ينطق، مشوسي ويا ساديه. نعم. زين. رقم خمسه خذ دور أم عبد الله، وهي خذت أبو عبد الله، فصارت الاتكالية، وصارت هي المرأة اللي تحولت من امرأة إلى رجل. نعم. والريال في مجتمعاتنا يطق، فهي راح تلبس كل ثوب أبو عبد الله. نعم. طبعا غير الأسباب الثانية، أسباب اقتصادية، احنا راح ندخل في كل الأسباب. في سبب مهم جدا. نعم. استاذة سميرة، يعني اليوم صارت، يعني زمان المرأة مثل ما قلنا قبل شوية كانت تحت ظل الريال، الريال يمشي والمرأة تحت ظله. نعم. اليوم صار في عندها استقلال، استقلال مادي، نفسي، ثقافي، فحبت أنها يعني تمشي معاه، يعني معاه بنفس هذا. الريال قام يقول أوه شو السالفة هذا، شلون ياي الحين تمشي معاي بالدرب، تبي شلون يبا أنا أبدي أفرج جناحاتي. لحظة تعال، لا إحنا اليوم 50-50، أنت طالبني بحط بالبيت 50-50، طالبني بمسؤوليات 50-50، فأنت شلون تطقني؟ تقوم هي. نعم. ولكن دكتور، رغم كل الأسباب اللي ذكرتها أستاذة منى، تظل طبيعة المرأة. نعم. يعني هرموناتها، أنوثتها تمنعها من الاعتداء على الرجل برغم كل الأسباب. مو هذا يا سميرة. نعم. مو لايق على المرأة أنها تمد إيدها على الرجل. شكلها يعني غير حضاري، غير راقي، ولايق على الريال، يعني معنى أنها تقدر أن تتعامل معها بطريقة ثانية. لايق على الريال يطلق المرأة؟ لا لا لا، المرأة ما تطلق لأنه مو لايق عليها. العنف مرفوض، سواء استخدام الرجل للعنف أو استخدام المرأة للعنف. بس خلينا نقول ان العنف الان ظاهره عالميه، لا يعني لا يقتصر على مجتمع دون مجتمع. أكيد. يعني طبعا. جميع المجتمعات. يعني في امريكا نسبه ضرب الزوجات الازواج وصلت الى 43. نعم. في بريطانيا الى 12. يعني يعني حتى الناس اللي نقول عنهم حتى في بعض الدول العربيه، باقي الدول العربيه لا، وصل الى القتل. نعم. الى التشريع. احنا لما نيجي نتكلم يعني بمعنى ان المراه
لماذا؟ ليش يعني المرأة؟ هل هي نتيجة للتراكم الإحباطات والإرهاصات والصراعات الداخلية عندها؟ ولا المرأة هي تعاني من اضطراب نفسي؟ يعني هي تكوينها النفسي في خلل وبالتالي تقوم بهذا السلوك بهذا التصرف، لأن لما تقوم بهذا التصرف أو أن يقولك والله الآن صرنا نعيش في عالم خلاص المرأة أخذت حقوقها وعملية تحرر المرأة وحرية المرأة والترند الكبير اللي صاير أن المرأة 50-50 أو مثلا مثل ما يقولون الأخوان المصريين سيب ونسيب، لا تطقني وأنا ما أطقك، شيء من هالكلام. أنا أعتقد لا، الموضوع مو بهالشكل. الموضوع أكو خلل في العلاقة الزوجية، الموضوع هناك يعني ضعف، يا أما الزوج ضعيف يا أما الزوج هو مثل ما قالت الدكتورة قبل شوي تعاني من اضطراب، يعني عنده شيء يسمونه الماشيوسية اللي إنه والله يستلذ بضرب الزوجة، وهذا يعني هذا مريض نفسي، هذا ما يعد إن رجل والله يحب اللي يكون زوجته تطقه، لا هو مريض نفسي، هذا يحتاج إلى إنه والله يتعالج، يدخل المصحة النفسية وبالتالي يشوف العلاج. ولكن دكتور يعني رغم كل هذه الأسباب اللي ذكرتوها دكتور يتم يعني ان المرأة تخرج من طبيعتها، يعني لازم يكون في سبب قاهر جدا طبعاً انها تسوي هذا التصرف بعكس الرجل، لان الرجل يعني بحكم هرمونات الاستروجين يكون نوعا ما عدواني وعادي يعني من هو صغير يطق يعني، بس ان المرأة تتغير لهذه الدرجة معناته في سبب قاهر. المرأة يمكن نقول والله إن عاطفتها تسيطر على قدرتها العقلية أو عقلانيتها، ممكن تؤدي إلى ذلك. يعني معنى معلش نقول هذا المثال، يعني واحدة تقول أن زوجي تزوج علي، زي أوكي تزوج عليها، بالتالي ما يعدل يقعد 6 أيام وياها يوم وياي، هذا ما في عدل، وبالتالي أنا شنو لازم أسوي له؟ حاولت اني انصحها، حاولت اني اقول تعال خلينا يكون في نوع من الاعتداليه، لا ما زال. طيب انت ما سالتي نفسك ليش متعلق في ذيك؟ هذيك يمكن تعطي نوع من الحنان، تعطي نوع من العاطفه، تعطي نوع من الاهتمام، انت يمكن مو معطيته اي نوع من الاهتمام، اي نوع من العاطفه، فشلون يقدر يقعد وياك اكثر من يوم؟ يمكن يوم واحد كثير عليك يعني يقعد معك، فبالتالي انت عليك ان تغيري من نمط تفكيرك. يعني ايضا شيء اخر خليني اقول لك، يعني في السابق لما كنا يعني يسوون دراسات لماذا المراه تفكر، شوفي تفكر في ضرب الرجل تفكر. الان لا، لماذا المراه تستخدم وسائل متعدده في ضرب الرجل، سواء عن طريق الكاراتيه او الحركات يعني جميع انواع الضرب. لماذا؟ هل هي يعني خلينا نقول تنمرت؟ هل هي أصبحت يعني مسترجلة إلى حد ما؟ أم هي والله مثل ما قلت قبل شوي أن تعاني من اضطراب نفسي، خلل في تكوينها الشخصي، أو أن هذه الإنسانة خلاص وصلت إلى مرحلة enough is enough، يعني أنا خلاص تحملت بما فيه الكفاية، الآن جاء الدور لأرد لك بعض الأشياء اللي أنت سويتها لي. نعم أستاذة منى، من الأسباب اللي ذكرها الدكتور وأيضا ذكرتيها هي خلينا نقول الاستقلالية المادية. نعم. لما المرأة تسوي كل شيء في البيت، هي العامل وهي الطبيب وهي المدرس، والريال ما يسوي شيء إلا اللهم يروح الديوانية ويرد، وبعضهم بعد ما يشتغلون يشرف على الوضع، هذا إذا في إشراف يعني. هل هذا يخلي المرأة نوعا ما تأخذ دور الأب وتكون نوعا ما مسترجلة، فبالتالي تكون شخصيتها أقوى وترد عليه وممكن طبعا لأنه هو شوفي هو لمن يدخل البيت ويفرض عليها الفيفتي فيفتي 50-50 يعطيها جزء كبير من رجولته، يعني يلبسها ثوب مو لها، لما يجي يقول لها مثلا احنا هالسنه بنسافر انا بحط يعني بيني وبينك، يعني مثلا يون لي عندي بالمكتب تقول انا شنو اسوي اذا هو مخليني انا ريال البيت، فشلون ما طقه؟ عندي قصه صغيره ودي اشارككم فيها. كانت في عندي زوجه مده 2 وياي، كل مره كانت تجيلي يعني كل شهر تقريبا كانت تجيلي مره، يا مطقوقه يا مشقوق راسها يا اصبعها مكسور. 2 اخر 3 قبل 3 كان اقول لها يبا انت لازم تتعلمين شلون تدافعين عن نفسك، لان هي راحت المحكمه رفعت قضيه ما طلقوها، وعندنا بعض المحاكم الشرعيه بالكويت توقف مع الرجال ضد المراه. شوفوا أنا ما بذكر وين، لكن هي محكمة معروفة يعني. طيب
طلبها بيت الطاعة وماكو فايدة، يعني حاولت بكافة الوسائل إنها تاخذ حقوقها ماكو فايدة. كان أقولها بتدري شلون؟ روحي تعلمي شلون شلون تحمين نفسك. خلاص بعد 3 شهور جت لي بس عفوا دكتورة لا 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 شلون تعمل شلون علمتيها؟ شنو قلتي لها؟ قلت لها روح، انا ما قلت لها شيء، قلت لها روحي تعلمي تعلمي شلون تحمي نفسك. شلون انا ما بقول لها شلون، بس هي تعلمت شلون. لحظه خل اقول لك شلون، اقول لك القصص. يلا قول. زين تخيلي يا جت لي اصغر من اول، مسويه عمليات تجميل، مرتبه، مبتسمه، يعني غير كل مره، يا عبايتها مشقوقه، يا حالتها حاله، يا كئيبه. تعلمت شلون كاراتيه، يعني يوم طقتها صارت احلى، وطقتها وياي تقولي يعني انا صراحه ادبتها، يعني هل 16 سنه هذولي ما ادري 17 سنه هذولي تفتخر واحده؟ لا مو تفتخر، تفتخر ما يصير، بسبب لها عار مستديمه. ابو عيالها تفتخر الحين، ابو عيالها ما يوم كان ابو عيالها ما يخالف يعورها ويهينها قدام الخدم وقدام الجيران وقدام الاهل. يا عزيزي قلنا انه مرفوض، راحت قالت حق ذوي الشأن انه مرفوض، وراحت اشتكت وراحت المخبر. نعم. وراحت وين؟ كل مكان راحت. طيب شو تسوي بالحاله؟ انا اقول لك شيء استاذ سميره. نعم. المشكله وين بصراحه؟ يعني اقول لك شيء بكل صراحه، لماذا المراه تنمرت الان؟ بسبب بعض الصديقات. الصديقه تقول حق البنت او المراه المتزوجه، خاصه البنات اللي توهم متزوجات صار لهم 3 سنين، شخباري اللي زوجها صارخ عليها، شخباري اللي زوجها يطلب منها تسوي اكل، شخباري اللي زوجها. يعني دكتور عفوا انا قاعد الاحظ انك انت وايد تبرر، ما تبرر للزوج، يعني لا ما بر انا يعني لحظه، ممكن هي في بعض الحالات نفس ما قالت استاذه منى، في بعض الحالات لانه دائما يعتدي عليها فبتدافع عن نفسها. ادري هذا ترد عليه، بس هذه الحالات خلينا نقول المؤقته، احنا نتكلم عن الضرب الدائم. الضرب الدائم يعني هل هو من الصديقات ام بسبب ان الزوج هو هو يحاول يسوي لها اشياء ممكن هي انها تثور يعني وتعصب، لان المراه او الرجل سيان يعني اثنينهم. عدل كلامك، عدل كلامك، عدل. قبل المراه اذا بغت تتزوج ينصحونها ديري بالك على زوجك، اعطيه كذا، سوي له كذا، ديري، يعني يعطونها بعض النصائح الجميلة اللطيفة. الآن لا، إحنا نقول لها شوفي خلي بالك زوجك إذا سوى، إذا لعب بذيله لا تخلينا من أول يوم، إذا سوى كذا، إذا حرق، يعني يعطونها تعالي، يعني خلينا نقول تعليمات. من وين جت هالتعليمات؟ من اللي صار فيهم بالحريم. شنو صار فيهم؟ يعني صاروا اقوى وقاموا يعطون نصائح. احنا لازم دائما نقول في فعل ورده فعل، في سبب وفي استجابه او في مدير. دكتور الاستاذه منى ذكرت لنا قصه من الحالات اللي تيها، انت عندك قصه من الحالات هذه، يعني هل انت تشوف ان الرجل فعلا مظلوم او المرأة؟ ترى المرأة مو قضية إن بس تمد إيدها على زوجها يعتبر هذا عنف، لا حتى يعني لفظيا، يعني حرمان الزوج من أبسط حقوقه هذا أيضا عنف. إهمال الزوج هذا عنف، عدم الاهتمام في البيت و24 ساعة برا لبرا أيضا هذا عنف، هذا يعتبر نوع من العنف أيضا. يعني دائما المرأة تكون مشغولة ب حاجات واحتياجات واكسسوارات ومكياج والاشياء، هذا النوع من العنف. وعدم اهتمام في الزوج ايضا عنف، يعني 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 بس العنف انه والله لا والله انا بالنسبه للرجل لما اشوف الزوجه والله يعني ما تهتم في الرجل، هذا يعتبر نوع من العنف. نعم. قاعده تستخدم مع عنف، بس مو عنف اللي نقول جسدي، انما عنف اللي نقول عاطفي. نعم استاذه منى، يعني مع كلام الدكتور اضيف انه شوف الحين أمهاتنا قبل يعني وايد يتحملون، حتى لو الريال، يعني كنا معتادين نسمع أن مثلا الريال شديد ويمد إيده. نعم. بس أمهات قبل كانوا يصبرون ويبررون له كما يبرر الدكتور الآن للرجال، أنه عصبي وأنه عليه مسؤوليات وما يخالف وتحمله. طيب أما الآن في هذا الجيل لما تسألينها على طول إذا زوجك مد إيده عليك شو تسوين؟ فورا ترد عليك تقول لك أمد إيدي. ليش ليش تغير هذا؟ لأن زمان قلنا زمان الزوجة كانت تحب ظل الرجال، ولأن الرجال ريايل أول غير ريايل الحين، ريايل أول عيب عندهم المرأة تحتاج أحد برا، عيب كان حتى المرأة حتى المرأة تغيرت. عفوا دكتور عفوا، المرأة كانت أول في ظل وحماية رجل مو ذكر، رجل. الحين الرجال يقول حق المرأة روحي جيبي لنا فلوس، روحي تصرفي،
روحي سألي اخدي ابوك امك تندعم بالشارع بدل ما تدق عليه. روحي دق انا بالكافيه، دقي على اخوك، دقي على ابوك. بس هذا قاعده تعمم، ترى قاعده تعمم. انا ما قاعده اعمم، انا قاعده اقول حالات. لا احنا ما نعمم في كل الاحوال، في كل الاحوال، في كل الاحوال ما في تعميم. ترى انا ضد الضرب، ضد ان الانسان يؤذي نمله، لكن احنا قاعدين نقول شنو اللي يوصل بعض النساء الى انهم يستخدمون العنف تجاه الرجل. لكل فعل رد فعل يساوي بالقوه، لان الرجل عنيف. هنا انت قاعده تبررين، يعني بدل ما هي تصلح الوضع اللي هي فيه. أيوة. انها تمد ايدها. ايوه انت قاعده تبررين لها انه مسموح انها تمد ايدها بما ان هي تسوي كل الادوار في البيت. لا لا عزيزتي، انا قاعده اطرح الان رفض تام لقضيه العنف. احنا قاعدين نقول بعض الحالات شو اللي خلى الزوجه ترتكب مثل يعني مثل تصرف يناهض انوثتها، يناهض ضعفها. الان الزوجه او المراه نتيجه وجود هرمونات تكوين، المراه جسمها ضعيف، شلون ممكن تستخدم العنف تجاه مخلوق اقوى منها؟ ما هذا هو، يعني هو لازم يكون في سبب قاهر. لازم سبب قاهر دكتور. نعم بس بسالك، يعني المجتمع لما يسمعون، يعني حتى اليوم بتويتر لما حطينا الموضوع، دائما لما يسمعون ان الرجال ينطق من زوجته على طول يتجهون الى رجولته فيقولون عنه مو ريال. اما المراه اذا انضربت من زوجها يقولون عنها مسكينه. ليش هذه النظره المختلفه؟ طبعا هذه يعني خلينا نقول هذه جزء من تقاليد وقيم المجتمع. احنا يعني نقول خلاص المراه، انا طبعا انا ما مو مع ان الرجال يضرب الزوجه أكيد. ولا الزوجه، بس انا اتكلم انه يعني شيء استقر واستمر، فكره استقرت واستمرت بان اوكي للرجل الحق في الضرب، وعاد شنو نوع الضرب هذا عاد في خلاف عليه. بس هذا دكتور يعني مجتمعيا، لان مجتمع ذكوري، وايضا هناك رخصه شرعيه يعني في بعض الحالات ان الزوج مسموح يعني له انه يمد ايده على الزوجه. ضرب المبرح انما نعم. ضرب للتنبيه، للتنبيه بس. نعم. اما اذا هذا الزوج او هذا الرجل تمادى في الضرب، هذا معناه في هناك خلل، في يا انسان يكون سايكوباتي، يا انسان يكون يعني عدواني، في شيء في شخصيته، شخصيه غير سويه، غير سويه. لذلك انا اعتقد هنا هذا الزوج يحتاج الى الى الى, إلى علاج. لكن انا اتكلم يعني الان مع الاسف اكو صوره نمطيه كثير من النساء ماخذينها عن الرجل، ان الرجل عنيف، ان الرجل قاسي، ان الرجل بخيل، ان الرجل يعني ما عنده عاطفه وما يعرف يتعامل مع المراه. فكره نمطيه ان الرجل رجل يعني وحش كاسر، وبالتالي يتعاملون مع هذا الا ان وهو ما شاء الله لا 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 الا ان يثبت العكس غير هذا، انه والله يكون رومانسي، يطلع معاها يعطيها شويه كلام حلو، ويكون انسان يعني انسان يدلعها. يا معود خلاص مسؤول الحين عن البيت. لا لا المراه ما يعني المراه تفكر في الرجل ان يكون عاطفي، يحرك المشاعر الموجوده عندها. هذا غلط دكتور؟ لا لا مو غلط، بالعكس هذا شيء جيد. هنا عاد دور المراه في تحريك مشاعر، كله على المرأة. لا 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 لازم المرأة تقول. احنا راح نكمل هذا النقاش، راح نكمل هذا النقاش الساخن، هذا النقاش الساخن، ولكن بعد اول فاصل بحلقة الليلة. فاصل وراجعين. رجعنا معكم مشاهدينا ببرنامج لقاء الرأي، والحلقة اليوم موضوعها مختلف عن باقي حلقات برنامج لقاء الرأي، وهو عن طق الحريم لريايلهم حسب إحصائية وزارة العدل الكويتية. معانا للضيوف الدكتورة الأستاذة منى عبد الجليل والدكتور حسن الموسوي. راح نسمع رأي آخر من دكتور خضر البارون، وهو أستاذ علم نفس بجامعة الكويت. خلنا نسمع رأيه ونرد. اعتداء الزوجة على الزوج لا يرضى فيه أي دين من الأديان ولا حتى أي تراث من التراثات الاجتماعية. يعني دائما الزوج يجب له أن يكون له اللي هو القوامة والسيادة، وأيضا هو المبادر في تآلف هذه الأسرة وتعاون هذه الأسرة والنفق على هذه الأسرة. فإذا ذل وخضع وانهان
انهارت الأسرة، وخاصة إن هناك إذا كان هناك أطفال فهو القدوة لأبنائه لكي يفتخروا بأن أبوهم يعني له مكانة وسلطة في المنزل. طبعا هناك أسباب عديدة جدا، نحن نسمع دائما أن الزوج هو الذي يضرب الزوجة، يعني لأسباب طبعا أيضا وأيضا احنا لا نرضى بها، لكن يحدث ذلك. لكن أن الزوجة تحتدي على الزوج طبعا له مسببات معينة. هي في اعتقاد نحن لا نعطي مبررات، مهم جدا لا نعطي مبررات للزوجة أن تضرب الزوج. نحن نقول الزوج يجب أن يصان، يجب أن يحترم، لأنه هو قوام الأسرة، هو عمود الأسرة. ولذلك أن الزوجة قد تكون من أسباب التي يعني تعتدي على زوجها بسبب والله بارد ما يسوي أي شيء، فقاعد في البيت لا يهش ولا ينش، طق شبدي كل ما أعطيه اللي هو مهمة ما يؤديها، ولا قاعد يصرف على عياله ولا قاعد يسوي أي شيء. شيء آخر أن المرأة بنفسها قيادية، هي ثقيلة، هي قوية، عضلاتها يعني سميكة، هي ترى أنها لها القوة والشجاعة أحجع من أسجع من زوجها، وزوجها أيضا تنازل عن حقوقه، تنازل عن مكانته، تنازل يعني عشان إرضاها، ما يبي يعني يؤذيها ولا يعني، وقد يكون أيضا هو غافل عن ذلك، أو أنه قد يكون والله هو مسكين يريد أن يصلح بيته ويصلح شيء، فذلك خاضع كل ما تقول هي حاضر إن شاء الله. فقامت طبعا تتمادى بالتنازلات، الرجل يتنازل عن إهانته، تسبه طبعا، أول دائما يبدأ بالسب يعني، ويبدأ بالإكراه، ويبدأ بالقوة، ويبدأ كذا، بعدين يبدأ بالضرب. ليش؟ لأنه قاعد يتنازل، فهي كل ما شافت أنه تنازل هي تمادت وقامت تضرب هذا الزوج. فإذا قد يكون إذا السبب هو جيني، بسبب أنه هو ضعيف جسديا يعني قوة، وبيولوجيا ضعيف، والمرأة هي قوية في هذا المجال من ناحية البيولوجية، فهي تسيطر لأنها قيادية وصوتها جش يعني فيها نوع من الخشونة، فلذلك تخوف هذا الرجل. وبالتالي والله أنا أعرف حالات، من كثر ما في حالات أن الرجل لا يريد أن يدخل البيت، لأنه يقول هذه نسرة، هذه يعني أسد ألاقي أمامي، ألاقي أمامي وحش، ألاقي أمامي. إحنا طبعا مصطلح الكويتي دائما نقول نسرة، نسرة بمعنى أنها يعني ذات قوة معينة ولها جناح تغطي كل شيء وتزمجر بأصواتها، فما بي يعني أدخل البيت، ما بي أي شيء، لدرجة أنه طلع الحكم من صالحة يقول حق اللي هو الياوية عشان تخلي البيت تسوي إخلاء، تقول له هي موجودة ولا لا؟ أنت بتأكد ما رح ترجع؟ خايف منها يعني. هي حالات دكتور هي حالات، هي حالات حياة، هي طبعا هي ما هي ظاهرة، إنما هي بعض الحالات التي تحدث، لأن دائما الرجل هو له القوام وله السيادة وله يعني هو الذي ينفق، هو الذي مكانته في المجتمع، لأن أيضا هذا التراث وهذا أيضا الدين، يعني شلون إنه الرجال قوامون على النساء، ولذلك هذا هو يجب أن يأخذ مكانه. لكن قد يحدث في بعض الحالات أن الرجل يكون قد يكون باردا، لا يهش ولا ينش، وقاعد ساكت، وكذلك أيضا يتنازل الحقوقة وهو ضعيف البنية، أو أنه هو يعني على قولتهم يسمونه. نرجع للاستديو مع ضيوفنا. دكتور بسألك هذا السؤال، طبعا إحنا شفنا طبعا الآراء متشابهة بينك وبين الدكتور خضر البارون، يمكن لأنكم رجال فتبررون للرجل أكثر يعني، نتكلم منطقة تتكلمون العاطفة إيه؟ ففي يعني الرجل يتكلم لا أنت يعني إحنا شفنا أن اللوم أكثر على المرأة، بس دكتور الرجال اللي يتعرضون لهذا العنف يعني من قبل الزوجة، ليش نشوف الزوج يعني يلتزم الصمت خجلا، أو ليش مثلا يعني هل هو قاعد يحاول يحافظ على بقايا الرجولة والهيبة؟ يعني ساعات احنا نشوف حتى في المجتمع رجال لهم مثل ما قال السيادة والقوة والشخصية، وتشوفه مع زوجته يعني على قولة السوريين مثل التوتة ولا يقدر يقول كلمة. ليش التناقض في الشخصية؟ ليش ما يتكلم نفس المرأة؟ مو زين لما يكون هادئ في البيت، ما يحاول انه يكبر السالفة، ما يحاول انه يكون ردة الفعل تكون يعني قوية تجاه زوجته. يعني اوكي برا ممكن برا يعني يكون شوية حمش او انه يتعامل بنوع من خلينا نقول صلافة، بس هل داخل البيت لما يسكت هل هذا الضعف يسكت عزف دكتور؟
هل يعتبر هذا ضعف؟ لا بس دكتور ولا يعتبر هذا نوع من دكتور الحكمة؟ تجيلك حالات يعني احنا عادة نسمع اذا المرأة تضرب من زوجها تسمع تقول حق اختها حق هل بس ما نسمع الرجال طيب يتكلم ان زوجته تضربني. انا بسألكم سؤال، شنو شعور المرأة عندما تضرب زوجها؟ شنو الفكرة اللي تاخذها عن زوجها؟ هل هي تكون مرتاحة نفسيا ولا تشعر بتأنيب الضمير او ايضا تقول أنا حظي صار كذي إن زوجي يكون ضعيف وأنا أطقه أو يمكن تشعر إنه يستاهل اليوم يعني حتى المرأة هي بنفسها قرارت نفسها صحيح. من داخلها تشعر بأن لا الرجل لازم يكون شوية خشن لازم إيه بس عفوا دكتور بس يعني الخطأ هذا من الرجل أيه؟ المرأة لما تحس هذا الرجل له هيبة وله كلمة أيه؟ وأن هذا السلوك سيؤدي بها إلى الطلاق لا يمكن إنها تمد إيدها إيه؟ بس لان اللي شايفته قدامها عفوا يعني ما خلاها تحترمه او وصلها لهذه المرحله من خلينا نقول من تصرفات منى تفضل عفوا دكتور شوف انا اليوم الصبح طرحت السؤال هذا على السناب قلت ان شنو شعور الزوجه لما نطق زوجها واذا في عندنا حالات رجاء فيدوني فيها ترى وايد حريم دزولي انا قمت يعني اشعر بذنب كبير وخايفة إنه يعني الله ما يبارك لي حياتي هذا هذه إجابة أيوة. إجابة ثانية يعني إحساس بالذنب إحساس بالذنب بشكل كبير أكو في واحدة تقول سوري معلش يستاهل لأنه هو سوى بنفسه كذي لأنه هو تنازل عن مكانته كرجل وعطاني إياها فبالتالي أنا قاعدة أقوم بالقوامة أنا قاعدة أسوي كذي بدون أي إحساس بالذنب فهي عفوا أستاذة منى يعني المرأة خلينا نقول اللي محترمه نفسها نعم. اللي يعني الذكيه الام اللي بتكون صوره جيده قدام عيالها نعم. هل تلجا الى الضرب ام تلجا الى المحكمه وتنفصل عنه اي مو قاعده اقول لك هي تعتمد على الحالات اكو في حريم صارت عندهم القابليه بالاستمرار مع انسان مثل هذا نعم. فليش اخرب بيتي اكو في نساء ما يلجؤون للضرب في مقابل الحمايه نعم. تبي تحمي نفسها من رجل عنيف ترجع للمحكمة وتخلص نفسها فهي يعتمد على حسب شخصية المرأة وشخصية الرجال اللي معاها ضعيف قوي بالضبط حتى في بعض معلش حتى في بعض الرجال يقولون المرأة ما تمشي إلا بالضرب إن عطيتها الخيط والمخيط خلاص سيطرت عليك وسويتك عرقوز تلعب فيك فبالتالي لابد من شوية عنف أو الحزم هذا برأيك صحيح هذا الكلام؟ نعم صحيح؟ نعم نعم لأن ما لازم نخلي العملية ويصير سيستين ما لازم نخلي يعني. العملية فلتان يصير فالتو والتالي يلا روحي جيزي سوي اللي تسوينا وبعدين تعالي صارخي علي أنت السبب لا لازم الرجل يعرف متى يستخدم هذا الأسلوب عندما المرأة تكون عنيدة بس هل دكتور بالتخويف إنه يتسلط عليها أم بالمعاملة الطيبة إنه يكون صورة مثالية ليش ما يخجلها مثالية ليش ما يخجلها بكرمة ليش ما يخجلها بقوامتها بالضبط يعني دكتور ليش ما تبالي بالحب بالإحسان بالمعروف ليش إذا ما نفع مع كل هالأشياء هذه لا ليش ما ينفع معها ما ينفع معها خلاص لا إذا الرجال زين ينحط على عين وعلى راس إنسانة عنيدة وترى بأن لازم تستخدمها هذا شيء انا ولا الشارع يعني يا ابي اسالك بالنسبه للابناء يعني بعض الرجال ام انا مطرشيلي يعني في بعض الرجال على السناب طبعا بحسابات وهميه لانهم يستحون انه يقولون هذا وضعهم يقول لي انا ما اقدر اتصرف لازم اصبر عشان عيالي طيب. في هالحالة هل هو صحيح إن المفروض يصبر عشان عياله والبعض يقول انه ممكن يخسر وايد في المحكمه إذا هو راح وطلق فشنو يعني التصرف الأمثل في حالات ضرب الزوجة لزوجها النقطة الأخيرة اللي قلتيها أنه راح يعني راح يصرف في حالة الطلاق أو أنه راح تصير على التزامات مادية كبيرة هذا جزء من المشكلة جزء أساسي يا جماعة أنتم قاعدين تأخذون الموضوع من جانب واحد أنا قاعد أعرف شباب يقولك والله يا دكتور المطلقين معاشاتنا كلها راحت لأن هي اللي طلبت الطلاق لأن أنا مرة قلت لها كلمة وكأن هي الآن يعني كانت يعني تتربص أني أنا أقول هالكلمة عشان تطلق دكتور مو كلهم بس أكو في حريم ترى صابرين سنين في الشباب الآن يقول إحنا نطالب نقول عنا جمعية لحماية الرجل بس دكتور لو يشوفنا رجل الحين وزوجته يعني
الطقة والله يعيننا على النسرة بالبيت، شنو تنصحه؟ هل يطلب يعني الانفصال أو يستمر عشان عياله لا يسكت؟ أنا أول شيء أطلب منه أنه يودي زوجته إلى دكتور نفسي عشان تدرس، عشان يدرس الحالة، يشوف شنو الأسباب أو الدوافع اللي تدفع. يعني دكتور نفسي مثلك لا بالعكس، أنا تخليها تزيد الطقة زيادة. لا لا أنا في الحالات أكون محايد، ما لي شغل لا بالرجل والمرأة، والآن كذلك أنا ماني مع الرجل ضد يعني ضد المرأة، وأنا أقول يلا يا رجل استخدم كل وسائل وكل الأسلحة اللي عندك في مع المرأة، ولكن أقول لا، إحنا الضرب مثل ما قلنا العنف مرفوض سواء من الزوجة أو الزوجة، ولكن تعالوا إلى كلمة سواء، خلينا نعرف شنو المشكلة ونحاول أن نحط إيدنا على الجرح ونحالج المشكلة. يعني بمعنى أن صح أن المرأة تفكر بطريقة والرجل يفكر بطريقة، والمرأة يرى ترى بشكل والرجل يرى بشكل، أوكي أنا متفقين على شيء، لكن لو بحثنا وجدنا أن هناك نقطة الالتقاء بين الفكرين، بين فكرة المرأة وفكرة الرجل، في نقطة الالتقاء، لكن هل عندهم استعداد لذلك أو كل واحد يقول أنا الصح والثاني غلط؟ وبالتالي إحنا أوكي يعني الآن إحنا نقول ترى يا جماعة يعني شنو يعني خلينا نقول العنف وين يوصل، خلينا نقول شلون الطريقة. أول شيء يبدؤون بحوار، يتطور الحوار إلى خلاف، الخلاف يتطور إلى التهديد، التهديد يتطور إلى الضرب، ضرب بس ضرب شوي خفيف، وبعد ذلك إلى الضرب المبرح، وربما هذا أيضا تعود لا يتطور إلى القتل. نعم قتل. إذا خلينا نبدأ من أول نقطة قبل ما نوصل إلى القتل، قبل ما نوصل إلى الضرب، نجي إلى الحوار. انعدام لغة الحوار، انعدام التفاهم، انعدام التنازل. ولكن دكتور هناك يعني أسباب عديدة، يعني منها الأسباب المادية مثلا بحسب الإحصائيات، يعني بحسب رأي الزوجة في استغلال مادي. صحيح. يعني يا مريايل يجبرون يعني زوجاتهم على أنها تأخذ قرض. صحيح. وهي مو مستعدة لهذا الشيء، أو أن ينفصل عنها، أو في أطماع مادية، في مثلا البخل، يعني في ساعات يكون الزوج بخيل، هذا حسب رأي الزوجات في الإحصائية. سوء الإنفاق، يعني خلافات حول مساهمة الزوجة في الإنفاق، أو الزوج يكون عاطل عن العمل، أو ممكن أنه يكون عنده عمل بس ما يروح الدوام. يعني طيب شنو رأيك في هذا الإحصائية؟ يعني أولا لما نقول هذا بخيل أو أنه والله عاطل عن العمل أو أنه والله، يعني إحنا نبي نعرف شنو سيكولوجية هذا الرجل، شنو مشكلته، شنو المشكلة، هل هو يعني أكو ناس بصراحة تشوفينه يصرف برا، يقط فلوس على الناس اللي برا، لكن في بيته ما يقط. إذا هذا عنده مشكلة. ليش يقط برا؟ يقط يبحث عن اللذة والأناس وهذا. لماذا؟ لأنه لا يجد هذه السعادة واللذة في البيت. لا يمكن لأنه هو يعيش سنقلة يا أخي. يمكن انه هو يبي يعيش عزب. لا يمكن لا لأنه لا مو هو مو فاميلي مان. يمكن مو رجل أسري. يمكن لأنه لا يزال في عقلية بس أنا أبي أضمن. أستاذة منى، الآن التربية الحين يعني في الجيل هذا البعض أو خلينا نقول الأغلب، يعني في نوع من الدلع للبنت، من نوع اللي تكون شخصيتها خلينا نقول مثلا يقولون بالإنجليزي البوسي يعني. فهذه لما تيجي تتزوج ما تفهم ان الزواج عباره عن يعني كل طرف لازم يتنازل شويه عن تصرفاته، عن ايه يكون في موائمه يعني. دائما تشوفينها هي تبي تاخذ الدور وتبي الكلمه الرئيسيه لها والتصرف الرئيسي لها، وهذا يعني يرفضه اغلب الرجال. ما تشوفين هذا غلط من صح؟ طبعا عدم التهيؤه. يعني انا ذاك اليوم كنت ماشيه بالافينيوز، جت لي وحده شو تقول لي استاذه منى الله يعطيك العافيه ترى انا جهزت بنتي. قلت لها تمام، شلون جهزتيها؟ شو تقول شريت لها حطيت لها؟ قلت لها شلون جهزتيها؟ شو تقول والله طلبنا لها اغراض وحطينا. شلون جهزتيها؟ هل علمتيها حقوق الزوج؟ هل علمتيها حقوق البيت العود؟ هل علمتيها شلون تصير ذربه؟ شلون تصير امايه؟ شلون تصير بنت ناس؟ شلون تتصرف في المواقف الصعبه لما تصير فيها كلاشات بينها وبين زوجها؟ جت تقول ها يعني احنا نحاول، قاعدين نحاول. فهي استاذه ما في تهيئه، وهذا دائما نقوله في كل لقاءاتنا. اليوم ما عاد في مرجعية، الأب ما قاعد يوفر زوج للمستقبل، ولا الأم ما قاعدة توفر زوجة للمستقبل. زمان إحنا شلون كانوا يربونا؟ الله الرب الأكبر والزوج الرب الأصغر. هذه المدرسة القديمة. شيء زين ولا شيء مو زين؟ طبعاً طبعاً
لذلك يعني زمان حالات الطلاق ما كانت بالنسب هذه. تبع المدرسة القديمة المرأة تصبر، المرأة تحاول، المرأة يقولون في مثل كويتي يقول المرأة تعشش والريال يطفش. هذه من الأمثلة أن المرأة دائما عبارة عن عش والريال يسكن في هذا العش. والآن يعني الكتكوتة اللي كانت بالعش الحين بالطين صارت نسرة. فاصل مشاهدينا وسنعود. رجعنا معكم ببرنامج لقاء الرأي مع الدكتور حسن موسوي، استشاري نفسي واجتماعي، والباحثة في شؤون الزواج والأسرة الأستاذة منى عبد الجليل. أستاذة منى، شنو انعكاسات هذا الشيء على الأطفال؟ يعني دائما إحنا نربى أو الإنسان يربى في بيت يشوف الأم هي الحنونة، هي الحكيمة، هي اللي أهدى من الأبو، فتطلع شخصيته شخصية طبيعية. ولكن لما يتربى في بيت إن يشوف أمه تمد إيدها على أبوه، بالضبط شنو انعكاسات هذا الشيء؟ شوفي عزيزتي، جت لي حالة قبل فترة، الولد عنده اضطراب، يعني مو قادر، حتى وهو قاعد مو قادر يستقر على القنفة، يعني يقعد. لما تكلمنا كان يبي يتزوج، فيقول لي أنا مو قادر أتزوج، واصل مرحلة مو قادر أتزوج لأن خايف من المشاكل، بس هو ما يستحي يقول أن أبوي اطق أمي، فبالتالي أنا خايف من المشاكل، كل ما قال شيء خايف من المشاكل. لما تعمقنا بعد شوية كانت شخصيته متفسخة تماما، ألم، تعب نفسي، رفض داخله، رفض لحالة البيت، يعني صاير الديك مكان الدياية. فهو مو عارف الآن يصير ديك ولا دياية، البيت اللي فيه الأم تطق الأبو يطلع الولد ضعيف، يعني حتى ممكن يطلع إن كرامته مهزوزة تجاه حتى نفسه، حتى صورته تجاه نفسه، والبنت تطلع على قولتكم نسرة، تطلع قوية. فالموروث هذا رح ينتقل أيضا للأطفال. بس عفوا دكتور، أكيد تأيد أستاذة منى بهذا الكلام طبعا. ولكن هل هذه هي نفس النتيجة؟ يعني أنا اللي بعرف الفرق بين الأطفال اللي يشوفون أبوهم يطق أمهم والعكس. يعني شنو طبعا أي حالة راح تكون الحالات اللي ذكرتيها، ولكن نبي شيء يعني معين تشوفه في الأطفال اللي يشوفون أمهم يطق أبوهم. شوفوا، أولا خلينا نحدد الأطفال. مثلا الولد إذا شاف أمه قاعدة تطق أبوه، هذا طبعا هو صغير يكبت، يشوف ويكبت يكبت يكبت يكبت. لما يكبر واحدة من ثنتين، يا أنه ما يتزوج، يخاف أن زوجته تكون مثل أمه، لأن صورة الأم الآن ترسخت في ذهنه أن جميع النساء مثل أمي مثل أمي، فبالتالي ما يتزوج، أو أنه يتزوج يطلع حرته من زوجته لأنه ما قدر على أمه، فبالتالي كبت إلى أن تزوج. فلذلك طريقة لا شعورية يبدأ يفرغ وينفس عن الطاقة السلبية الموجودة عنده، الغضب الموجود عنده على زوجته. وتأيد الكلام تأثير الحالة هذه على البنات؟ البنات شيء ثاني، البنات عندما يشوفون مثلا الأب أو الزوج يضرب الأم الزوجة، فبالتالي الصورة اللي تطلع عندهم أيضا أن الرجل شرس، وأن أخاف أتزوج زوجي راح يكون مثل أبوي، فأفضل عدم الزواج. شوفي العملية شلون صايرة، يعني التأثير سلبي على الطرفين، سواء الأب أو الزوج هو العنيف، أو الزوجة هي العنيفة أو المعنف والعنيف، أي واحد فيهم. احنا مو، لكن الصورة في النهاية النتيجة تكون سلبية. هذا بس واحد. دكتور، المفهوم الطبيعي في أي علاقة، سواء يعني الضرب من الرجل أو المرأة، هذا يعني يعتبر نهاية العلاقة أو نهاية الزواج طبعا. يعني الضرب في كل الأحوال صحيح مرفوض، ولكن يعني شلون المرأة ترضى أنها تطق زوجها وتكون بنفس الوقت مستمرة في هذا الزواج؟ هذا الشيء الغريب، شلون تستمر في زواج مع رجل هي ما تحترمه ولا له أي هيبة؟ يعني هذه أنا معلش أقول هذه إنسانة تعاني من اضطراب نفسي، لأنها ربما تشعر باللذة من استخدام العنف مع زوجها. نعم. يعني تستمتع بالضرب، هذه أيضا أعتبرها يا أن إنسانة يعني سايكوباتية، يا أن مزوخية، أن تتلذذ بتعذيب الآخرين. فلذلك أكو هيستري في الموضوع، أكو باك جراوند في الموضوع. نرجع، تعالي أنت شلون كانت طفولتك؟
انت يا الزوجه الان شلون طفولتك، بعدين تعالي انت شنو صوره الرجل اللي في داخل في ذهنك، وبعدين ليش تقومين بهذا العمل؟ هل هو نوع من الانتقام؟ هل هو نوع من ان انت بتبين نفسك انك قويه وبالتالي ان الزوج يحاول انه يبتعد عنك او لا، يعني لا يقرب منك، وبالتالي راح يشوف شيء اللي عمره ما شافه. نعم، احنا بعد ايضا من الاحصائيات اسباب الضرب هو بسبب تعدد الزوجات بحسب راي الزوجه. أي. يعني ساعات ما في عداله بين الثنتين، او رفض الاولاد للزواج باخرى، او عدم علم الزوجه حتى بزواج الزوج، أو الميول للزوجة الأخرى والزواج بأخرى. يعني أستاذة منى، هذا يعتبر من الأسباب القاهرة اللي تغير من طبيعة المرأة. طبيعي. إن يعني خصوصا بعض النساء اللي سنين يعني جابلت الريل وضيعت شبابها، وبعدين يتزوج وحدة أصغر منها. لا كانت عندنا حالة كذي. الزوجة يعني خذت ورث أبوها، وخذت خدمة نهاية الخدمة. وخذت لها قرض وبنوا البيت. قام الريال بعد شهر واحد من سكنهم ياب لها زوجة هدية، قال لها تخدمك، يعني كلام طبعا أفلام، تخدمك وتحط لك وتسوي لك، وسكنها بالطابق الأرضي. وبالفعل وصل الأمر إلى أنه صار فيه سب ومد الأيادي، وبالنهاية طبعا انفصلوا. يعني فتصير طبعا. طيب أنا خليني أسألكم السؤال هذا، يعني بصراحة، يعني أيهما أفضل للمرأة؟ أنها يعني إذا كان الزوج يضربها، أيهما أفضل، أنها تصبر وتكبت وتقول عشان عيالي، ولا ترد نفس الصاح صاعين ان مثلا ان الزوج ضربني انا مضروبه؟ نعم، راح حذف علي شيء احذف عليه. راح تجاوبك الاستاذه منى، لان انا هني محاوره هي. إيه، راح تجاوبك ان شاء الله. ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل مشاهدينا وسنعود. رجعنا الى اخر جزء في حلقه الليله. دكتور، سالتنا قبل الفاصل. نعم. او سالت الاستاذه منى، اذا الريال مد ايده، شنو الافضل، ان المراه تصبر وتتحمل او ترد له الصاع صاعين؟ تفضلي الاجابه لك. تبون اجاوب الاجابه اللي بالاستديو ولا اللي بالمكتب؟ لا نبي اللي تحت الهواء. اللي تحت الهواء قبل شوي. شوفي، الضرب يعتمد عليه، يعني يعتمد على 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 جرعته. اذا كان الضرب مبرح، يعني بحيث انه يسبب لها عاهه، يعني انا عندي حاله قط لها طبلة الأذن، طلع لها عينها، كسر لها الحوض وهي حامل. فإذا كانت من هالنموذج هذا، لا واضح أنه عنده مشكلة، يعني تأخذه تروح حق معالج نفسي مثلا، تشوف إذا هذا راح يظل مدمن بالحالة هذه للضرب، لا يبقى مع السلامة إلى اللقاء، يعني يلا نفسي. لكن إذا كان ضرب أحذفها بالريموت كنترول، ولا قط عليها شيء، ولا مثلا أدزها، لا يعني الافضل انه ما تكبر الموضوع. بس ما راح يتطور هذا الشيء. لا عفوا، تقعد تتكلم معاه مره واثنين وثلاث واربع، واذا ساء شويه ممكن تدخل حكم من اهلها، حكم من اهلها، على اساس يفهمونه، ترى يا جماعه هذه مخلوق اضعف منك، والريال ما يسترجل على مره، يعني مثلا تحاول. لكن انا شخصيا يعني ضد الطلاق بكل احواله، اللهم في حالتين، إذا صار خطر على صحتك أو شرفك. نعم. في هالحالتين هذولي لا، الطلاق يكون أفضل حماية. لكن فيما عدا ذلك في 60,000 حل وحل وطريقة. نعم دكتور، بكل يعني وضوح، ما هو الحل في هذه الحالات عندما تضرب المرأة زوجها؟ طبعا أول شيء لازم نعرف هل يتكرر هذا السلوك ولا مرة واحدة. هذا واحد. اثنين، لازم أيضا خلي الأهل على جنب ونروح المختص، عارف شنو أسباب العلاقة المتوترة بين الطرفين، واستفحال المشكلة، ومن ثم الزوجة بدأت نشوف، يعني خلينا نقول إنسان محايد، لا مع هذا ولا مع الطرف هذا. رقم اثنين. رقم ثلاثة، أنا أعتقد في نقص في المهارات الحياة الزوجية بين الطرفين. صحيح. يعني ما في نوع من التنازل، ما في نوع من الحوار، ما في نوع من التفاهم، ما في نوع من بس دكتور، عشان احنا لازم نختم، شفت حالات يعني عالجتها، وشفت ان المرأة وقفت عن الطق او صار زواجها من الافضل؟ طبعا اول شيء نقول لهم موضوع استخدام الضرب سواء الاثنين هذا مرفوض. مرفوض، ما يصير الضرب. يعني الضرب لماذا؟ لان في غياب للحوار، لو في حوار ما صار في ضرب. اذا احنا لازم نركز على ال- 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 الحوار، لان من خلال الحوار نستطيع نوصل للشيء اللي نبيه. اما انه والله استخدام الضرب، لا،
الشيء الآخر لازم نعم دكتور أنا لازم أختم إن شاء الله خاف بعد المخرج يطقنا لا ما يطق ما يطق لا إن شاء الله ما راح يصير كذي دكتور حسن الموسوي شكرا جزيلا لك والباحثة منى عبد الجليل شكرا لك وإجابتك اللي تحت الهواء راح أقولها بالسناب شكرا مشاهدينا للمتابعة ونلقاكم بحلقات أخرى من برنامج لقاء الرأي.